تتموقع في أكبر مدينة في الاقتصاد الوطني، فلهذا الطلب على تكوينات كبير وهام وله تأثير وأثر على الاقتصاد الوطني. كما أن كما تعلمون نموذج تنموي جديد يضع الرأسمال البشري في صلب تقدم التنمية، والجامعة هي المكان الذي يتكون ويتم التكوين وتأهيل الرأسمال البشري. فالمهمة كبيرة وصعبة، ولكن أساتذة الجامعة وعمداؤها ورؤساؤها عودونا على أن يكونوا في الموعد. سعداء اليوم بهذا المشروع الواعد الذي ينخرط في إطار توسيع وتنويع العرض الجامعي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. كما تعلمون جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء اليوم لديها ما يفوق 130 ألف طالب، فكان من ضروري أن تجد متنفسا، ووجدته في منطقة جميلة جدا وهي بن سليمان، لفتح فرع لها هنا لكي يتمكن طلاب هذه المنطقة ولكن طلاب آخرين كذلك من ولوج الدراسة هنا، بحيث سيكون هنا كذلك في إطار العرض الجامعي فرع لكلية الطب دار البيضاء. وكما تعلمون كلية الطب يلوجها طلبة من كل الوطن، فهي مفتوحة بمباراة لكل الطلاب، وتغتنم جامعة الحسن الثاني الفرصة لكي تدخل تخصصات جديدة، تخصصات حديثة تتماشى وحاجيات الوقت وتوصيات نموذج التنموي الجديد. مثلا كالجامعة الخضراء التي تهتم بالبيئة، والجامعة الذكية التي تستخدم التكنولوجيا في معظم أوجه التسيير والتدريس والبحث العلمي، وكذلك ستركز على تنمية قدرات الطالب بالإضافة إلى المعارف. هناك تنمية الكفايات للطالب حتى يكون عند تخرجه من الجامعة مستعدا لمواجهة عالم الخارج. كذلك مشاريع لتنمية الطالب المقاول الذي يتدرب على خلق مقاولته وهو طالب، بتعاون بين الجامعة والمقاولة لكي يكون مستعدا لخلق مقاولته عند الخروج. ولقد جسد هذه الرؤية طلاب المدرسة الوطنية للفنون والتصميم، للفن والتصميم، الذين تخرجوا اليوم، الذين تسلموا شواهد تخرجهم اليوم، وكان من بينهم من بدأ مقاولة، ومن بينهم من تم توظيفه الآن قبل أن يتسلم شهادته، وهذا ما نهدف إليه لصالح طلابنا في المستقبل. اليوم كان عندنا حفل تقديم المشاريع المهيكلة ومشاريع تنمية جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في حفل ترأسه سيدين الوزيرين، السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والسيد الوزير المنتدب المكلف التعليم العالي والبحث العلمي، برحاب عملة بن سليمان، بترأس أيضا السيد العامل ديال إقليم بن سليمان. فكنشكر السادة الوزراء، السيد العامل، السيد رئيس المجلس الإقليمي، جميع يعني الحاضرين، لأن كان واحد الحفل بهيج قدمنا فيه الحصيلة ديال البرامج كما قلت المشاريع المهيكلة. شنو كنقصد بالمشاريع المهيكلة؟ يعني المشاريع المهيكلة هي كانوا عدد من المشاريع أو عدد من الخصاصات اللي كانوا في الجامعة، فحاولنا نجاوبوا عليهم. وكان تقديم برنامج مهم جدا، هو برنامج بن سليمان، قطب بن سليمان، اللي في عدد من المؤسسات اللي هي في بحوار، الا بغينا نقولوا سونتي سبور اي بيانيتر. فهذا القطب هو عنده واحد التصور اللي هو جامعه من جيل جديد، اللي هي جامعه سمارت يعني ديجيتاليزي، فيها الرقمنه، جامعه اللي هي خضراء، وجامعه اللي هي فيها دامجه. فهنا كاين 6000 طالب حاليا اللي
كتقرا عندنا في جامعه الحسن الثاني، هاد القط بغى يخليهم ما يبقاوش يمشيو للدار البيضاء، يعني يقراو هنايا عندهم اون اوفر، يقراو هنا في بن سليمان. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني من المشاريع اللي قدمناه هي مشاريع بحال دابا استعمال الطاقات النظيفه بجميع مؤسسات جامعه الحسن الثاني، استعمال القضاء على البناء المفبرك، خلق فضاءات جميله ويعني للطلبه اللي كتخليهم يتلقوا الدروس ديالهم في واحد الجو اللي هو جو جيد جدا، الاساتذه والموظفين ايضا. فهذا هو اللي قدمنا اليوم كمشاريع مهيكله لجامعه الحسن الثاني بالدار البيضاء. بالنسبه للنقطه، يعني النقطه فيما يخص الدخول الجامعي المقبل حول يعني في اطار لا ريفورم ديال الاصلاح ديال الباشلوغ، فكما كتعرفوا الباشلوغ جا باش يحل واحد العدد ديال المشاكل اللي هي منها الطلبه اللي كيتسجلوا بالجامعات وما كياخذوش لي ديبلوم، الطلبه اللي كيتخرجوا ما تيخدموش، واللي كان الملاحظ هو واحد الخصاص في اللغات وفي لي سوفت سكيلز. فالفكره هي نعتمدوا على المسطحات الرقميه باش نقدروا نمكنوا الطلبه من التمكن من اللغات اولا، التمكن من مهارات ذاتيه وحياتيه مهمه جدا، دابا مطلوبه كثير في التشغيل، تيكونوا تيطلبوا هذه المهارات الذاتيه والحياتيه، وايضا القدره على التاقلم مع التطورات. فمثلا كنعرفوا المهن الجديده اللي غتكون في المستقبل ما عارفينهاش شنو هي، فلازم نكونوا الطالب واحد الامكانيات اللي يقدر يتاقلم مع المتطلبات المستقبليه. فلهذا احنا اشتغلنا على واحد التصور جديد اللي فيه هذا الجانب كما قلنا ديال الذكاء، من الذكاء ماشي غير الذكاء الاصطناعي، الذكاء اولا ديال الكابيتال هيومان، يعني العنصر البشري ديال جامعه الحسن الثاني والعنصر البشري المغربي اللي هو تبارك الله عليه عنده يعني كفاءات كبيره، فالجامعه كتحاول تسقلها باش تخرج للوجود وباش تمكن تفيد بلادنا ان شاء الله.